كل من التحق بنا في استوديوهات برنامج الماتينال بحثنا الدكتورة سلمى درغوث أخصائية في الطب الباطني. مرحبا بك دكتورة. عسلامة. ميرسي بور لانفيتاسيون. محلاها القفطة أنا متاعك. يعيشك يا ليلى. ميرسي بوكم. عند غالية تراديسيون دونك يعطيها الصحة بالحق. خدمتها ياسر مزيانة. دونك اليوم دكتورة نحكيو على الأمراض المناعة الذاتية. دونك نشوفوا هما مع الشهر سيدي رمضان. ما قبل كان تسمح نمشيو بحذا لشيف. يعطيك الصحة فاطمة، رجعنا لكوجينتنا مكملين مشوارنا مع لي شيف شيف فتحي الشواشي. جينا الوقت المحنشة. ألوغ المحنشة، أنا عندي فاكهة هوني، عندي لوز وبوفريوة حمرتهم باش نهروشهم نعملهم ماذا بيا رطبين شوية باش يكونوا معناها في الخلطة يكونوا باهين. هذاك علاش ديما أنا عندي أشواغ غذية أوفيزا، نجي ونرحي الو هذا عندي اللوز ديجا يلزم يكون فيه شويه قرميشه باش يعطي النكهه نتاع الفاكهه للمحنشه نتاعنا. شوفوا اللي البوفريوه ما نقشرهاش، انا ديما نحب اكل بول حمراء هذيك تعطي نكهه بنينه راهو في وسط الخليط نتاعنا. هذاك علاش ديما نحمر معناها نمسحها بالقدا قبل ما معناها قبل ما نحطها في الكوشه، بعد نحمرها ونرحيها كامله كما هي. باهي الماكينه هذيا تسهل علينا. هذيا ماكينه اوفيزا ربحنا برشا وقت في الكوجينه وتعطينا الفاكهه نتاعنا مدشه دياري نظيفه نعرف الخاصيه نتاعها كونها هي بغا تركب عليها فوي، تركب عليها بلونجور، تركب عليها فوالا ملتي فونكسيون، فيها فوي فيها بلونجور فيها معناها بليزيور اكسسوار اي او ميم طون تخدم رحى. هذوما نجي هذوك باش نخلطهم مع المحنشه نتاعنا. الو هنايا نجي نحط الفاكهه هذه نحطها على جنب ما عادش حاجتي بها. نجي تو باش نخلط المحنشه، عندي ارطل حمص مرحي حمص نتاع الغريبه، نجي نحط عليه شويه سكر، سكر السيغو اللي باش نشحر اللي نشحر به هذاك نخلط به. اول مره نعرف المحنشه تتعجن بال انت ولا لا فاسون دو فير مش برشا. نحط حكر على الرطل، نحط حكر لوش صغيره معناها حكر كيس نتاع تاي اخضر ما اكثر، ما تكسحش من بعد، ما تكسحش ما يصير لها حتى شيء، بالعكس هي تعطي علك تعطي نكهه بنينه. انا هوني عندي زبده مرياح طيبتها، كي نقول طيبتها معناها نستنى حتى لين اللوطاني نتاعها يولي لون النوازيت لون البوفريوه، وقتها نطفي الغاز. اذا كان غماق دوبليش فرغوها باش ما تزيدش تحمر اكثر. نحط شويه زبده بالطبيعه لازم نحط شويه زيت، الزيت في هذايا ضروره على خاطر الزبده تعطي النكهه لكن الزيت هو اللي يبسس. ديما نقولها هنا نقول حطوا الزيت فوالا نحط والزبده الطايبه هي بيدها تصبر اكثر من الزبده العاديه. كلاغيفيه تسمى كي تلقاو بيغ كلاغيفيه راهي هذيك هي الغلطه. هنا نجي نحط الفاكهه نتاعي قد لي حاجتي فاكهه باش نخلطها توا نبسسها ومن بعد نوريكم الطريقه اللي باش نعبي بها المحنشه ونخدموها مع بعضنا. يعطيك الصحه مشكوره شيف فتحي الشواشي. مشاهدينا انا معكم جيت الوقت السلطه، لكن قبل نحبوا نشوفوا الشوربه وين وصلت مع شيف سامر رزقي. الشوربه نتاعنا سي بون طاب توا جوست قعدوا اللمسات الاخيره كما نقولوا باش نزيدوا مغرفه الثوم. مش برشا معناها. شويه مغرفه ثوم والكمون كما قلنا اللي باش يزيدوه في الاخر مغرفه. وكها نخلطوها هذيا ونطفيو عليها ومن بعد زيد انا باش نعاود نقابلكم في التفرشيكه كالعاده. اليوم باش نعملوا كما قلنا الايس كوفي باللي سيغو هذوما المزيانين من عند فريمي جيل. اخترنا اليوم النوازيت وزيد خدمنا زيد الكريم شانتيي من عند سمارت شيف. من بعد دونك استنوني انا من بعد ما نعدي الكلمه للشيف ايوب. يعطيك الصحه الشيف سامي، جو حافل معاه اكيد. مشاهدينا انا كيف ما قلت اليوم السلاد نتاعي فارفيل من عند ورده سلطه جرابط، فما دي كاليبر مختلفين في الجرابط عند ورده، فما حتى اللي اصغر من هكا الميني دونك صغار هذوكم حتى للصغيرات تنجموا تطيبوهم في الفطور نتاعهم ولا حاجه وتنجموا تستعملوهم في السلاد. البات نتاعي ايش عملت لها؟ حطيتها طابت انا ميم با خمسه دقائق، خليتها من بعد بردتها بالماء وحطيت معاها شويه زيت زيتونه. شوفوا هنا كيفاش البات مفركه كل كعيبه وقتها وتلمع. باش نزيد عليها دي زانغريديون اللي هما هنا عندي مالح دونك قصيته مكعبات، باش نحط معاهم معدنوس، وباش نحط معاهم فروماج من عند مرياح. انا عملت زوز انواع بتاع فروماج اليوم اللي هو الكومباني
وحطيت معاهم الكومباني حطيت معاهم الإيدام دونك تقولوا انتم التوانسه الفرماج الاحمر الجبن الاحمر دونك هنا هذوما هما الاولانيين باش يكونوا في السلطه هكا باش نحط معاهم كبار للي يحب وعندنا ذره نعناع تفوح السلطه هذه نفوحوها مليح ومعاهم هما لازمنا شويه بروتيين دونك انا اليوم باش ناخوه من الشاركوتري اللي من عند مليحه عندنا هنا دونك ثم سلامي بجبن ثم جامبون بجبن ثم انواع نتاع شاركوتري عندهم ثم جامبون اللي تلقاوه باللي فين زيرب ثم اللي يسموه كومباني ثم جامبون تلقاوه بالتارتار باللي كومبوزون نتاع التارتار دونك ينجم يكون مزيان في السلطه هذه انتم اختاروا الانواع اللي تحبوا تستعملوهم من الشاركوتري ثم كيف كيف لي تشوريزو دونك هنا برشا انواع نتاع شاركوتري مزيانه من عند مليحه ونعرفوا اللي هي نظيفه وامنه دونك سيرتيفيي هذه الحاجه تشجعنا على ان نودوكم بادريس كيما مليحه دونك باش نقص انا شويه السلامي هذه بالفرماج بما انه السلطه فيها الفرماج وباش نقص شويه بالفلفل السلامي بالفلفل زاده يعطي نكهه بنينه للسلطه نتاعي وزويزه خفيفه ولون حتى الالوان حلوه في وسط الطبق نتاعنا دونك هكا نقصوها الاحجام والفورمه اللي تحبوا عليها دونك هاوكا عندنا صحن نتاع سلطه متوازن فيه الخضر فيه النشويات فيه البروتينات فيه كل شيء دونك اموركم واضحه هذا ينجم يكون طبق متوازن وحده فيه الفخماج ما تنسوش ها هذه السلطه نتاعنا حضرت ما بقى الا نفوحها نعمل لها عصيره قارص والا نعمل لها فينيغريت ديما نقول لكم فينيغريت نتاعكم تاخذوا شويه موتارد معها شويه خل معناها مغير فموتارد هذيك معها اربعه الى خمسه مغارف خل تركضهم قبل مع بعضهم تحط لهم شويه ملح شويه فلفل اكحل ومن بعد تطلعهم بالزيت بشوي بشوي تطلعهم يعني بالفوي تركضهم والا عندك الفوي اللي هو من عند اوفيزا تنجم تطلع به فينيغريت في وقت قياسي صحة وشفاء ليكم هذه سلطتنا تلقاوها بعد شوية على طاولة ماتينال باش نرجعوا لكم زادة ما زلنا باش تشوفوا مع الشيف سامي كيف ما قال اللايس كوفي دونك الكافي غلاسي بمضاء فخيميجان نمشيو لفاطمة الصحة مشكورين اللي شاف نرجع نحكيو مع الدكتورة سلمى داغوث قلت لي هي أخصائية في الطب الباطني دكتورة اليوم نحكيو على أمراض المناعة الذاتية وشهر سيدي رمضان قلت لي راهم وما برشا دونك انا اليوم نحب نحكي على زوز من الامراض هذوما اللي ممكن فيهم اكثر دراسه وبحوث اللي اثبتت علاقتهم بالصيام دونك نعطيك الكلمه دكتوره هلا اليوم باش نحكيو على امراض المناعه الذاتيه ولي مالادي اوتو ايمون شو معناتها امراض المناعه الذاتيه هما امراض يجيو من خلل في جهاز المناعه معناتها الكريات البيضاء نتاعنا والاجسام المضاده لي غلوبول بلان اي لي زانتيكور في عوض يدافعوا علينا على الغرباء كيف ما البكتيري كيف ما الفيروس كيف ما لي بارازيت يصير فيهم خلل ويوليو ils attaquent le corps ils peuvent attaquer différents organes نجمو يمسوا المخ نجمو يمسوا المفاصل نجمو يمسوا الكلاوي هذاك علاش اليوم احنا باش نحكيو عليهم باش نحكيو على تاثير الصوم على امراض المناعه الذاتيه انت قلت ليش نحكيو على زوز من الامراض المناعه الذاتيه اليوم باش نحكيو على لوبوس اريتيما سيستيميك والا الذئبه الحمراء والبولي ارتريت روماتويد والا الالتهاب الروماتويد. بي نحكي كل واحد فيهم وحده ولا هما تنجم تجمعهم حاجه معناتها مع بعض. فما حاجه تجمع امراض المناعه الذاتيه الكل. بي كيف ما قلنا احنا امراض المناعه الذاتيه هي خلل في جهاز المناعه. شنو هو تاثير الصوم على جهاز المناعه؟ به لي ديفيرونت اكسبيريونس تجارب ورات اللي الصيام سورتو الصيام المتقطع يخفف لي في الليبتين ويطلع لي في اللادين بونيكتين هذوما يخليو الالتهاب ينقص كي الالتهاب ينقص ينقصوا معاه زاد المواد نتاع الالتهاب اللي هما الانترلوكين 6 الاي ال 1 بيتا والتي ان اف الكبده كيف كيف عندها دور وتولي تصفي وتبعث رسائل للكريات البيضاء من النمع المونوسيت ويخليهم يرقدوا ما يجوش وما يعملوليش اون مالادي اوتو ايمون هذاك علاش بي نحكيو تويكا على مثلا الذئبه الحمراء حسب الدراسات معناها هل الصيام يمشي مع العباد اللي ممكن عندهم ذئبه ولا لا ولا ممنوع عليهم ولا حسب التطور ممكن مع طالما الوغ ساعه باش نحكيو شنو هي الذئبه الحمراء اي ولو لوبوس اريتيماتو سيستيميك هو امراض
جهازي. اش معناتها مرض جهازي؟ ملتي سيستيميك، يمس الاعضاء، ينجم يمس برشا اعضاء، ينجم يمس الجلده، يمس الجلده نتاع الوجه، يخليها تحمر، تولي ما تحملش الشمس وتقشر وتعطي ان اريتيم في فورمه الفرطاتو اون ايل دو بابيون، حافظه درسك. وينجم يمس الشعر، شعر يولي يتيح، ينجم زاده يمس المفاصل، المفاصل وليو فيهم التهاب وتعطينا وجيعه كبيره سورتو دالور انفلاماتوار. الوجيعه هذه تجي في الليل وفي خاصة أو في الصباح، المريض يصبح مشكل وعاك، يحب له وقت باش يتحل. ينجم كيف كيف يمس اللطف الكلاوي، الكلاوي ويخلي البومينة تمشي في البولة، إي سا بو ميم أبوتيغ للقصور الكلوي المزمن، الانسوفيزانس رينال كرونيك. ينجم يمس زادة القلب. كيفاش ينجم يمس القلب؟ ينجم يمس العضلة نتاع القلب، لو موسكل كاردياك، ينجم يعطي اون ميوكارديت، وينجم سيرتو يمس الصفيق اللي يغلف القلب، سا دون اون بيريكارديت، والا الصفيق اللي يلف الرية، يعطيني اون بلوريزي. توا كيفاش تأثير السيام على الذئبة الحمراء؟ باهي، شنو وراو لي زيتود؟ باش نبداو احنا اوني سيانتيفيك، دونك اون فا بارتيغ سور دي باز سيانتيفيك. بالنسبة للصيام، ورات التجارب اللي وقت اللي نقصوا في لي زابور كالوريك في الحريرات، الذئبة الحمراء يقل الهيجين نتاعها، سورتو إذا كان نتبعوا النظام الغذائي لو ريجيم أليمونتيغ ميديتيرانيان نتاع البحر الأبيض المتوسط، اللي هو شنو باش معروف؟ معروف باللي غرين كومبليت، الحبوب الكاملة، زيت الزيتونة، الخضرة، الاسماك نتصور، والاسماك فوالا، والحوت، ودونك ما فيش برشا دهون، ما فيش سكر. زاد التجارب ورات اللي كي المريض يكثر من الحلويات، معناتها لي سكر فري شوغر هما قالوا عليهم، لي سكر ليبر، المرض يهيج. كيف كيف بالنسبه لاحظنا كي يطلع الكوليسترول، معناتها كونت اون كونسوم بوكو دو غرا، المرض يهيج. ماتنو اون براتيك، اون براتيك لقيت انا دراسه واحده حكيت على صيام رمضان، خاطر الصيام اللي نلقاوه دون لا ليتيراتور ميديكال هو الصوم المتقطع، والا لو جين لو جون انترميتون. لقيت دراسه ايرانيه اللي هي تعاملت على اون بوبولاسيون مسلمه وصامت رمضان، لقاو اللي ما فماش فرق ما بين في الهيجين المرض ما بين العباد اللي صامت والعباد اللي ما صامتش. علاش؟ لقاو اللي الفرق هذا ما جاش قوية، خاطر العباد في الليل ياكلوا سكر. دونك ليفي نتاع الجون إلي ديمينوي. شرط الصيام عند المريض اللي عنده الذئبة الحمراء، فما شروط، مش أي مريض عنده الذئبة الحمراء ينجم يصوم، لازم يكون اون مالادي كيسونت إي كالم، معناتها ما لازمناش تكون المرض أون بوسي، لازم الدوزة نتاع الكورتيكويد ما تكونش عالية برشا، ما تفوتش لي 15 ميلي غرام، وما يلزم ما يكونش فما ان اورغان نوبل اتان، معناتها ما عنديش ان اورو لوبوس اكتيف، معناتها لوبوس مش للمخ اكتيف، ولا اون اتانت رينال، خاطر راهي الكلوة ما تحملش الشيء يحمل ماء، لازمها برشا ماء في النهار باش ما تشيحش. ودويتها وغيرها. دويتها نحكيو عليهم من بعد. توا كان نحكيو على الالتهاب مدام، شنو نحكيو عليه؟ اسكو معاه ولا ضد الصيام؟ الالتهاب الروماتيك كيف كيف قبل ما نحكي على الصيام، شنو المرض هذا؟ هو مرض من امراض المناعه الذاتيه اللي يمس سورتو المفاصل. المفاصل يدمروا، سي اون بولي ارتريت ديستركتيف كي توش لي غروس، اي سورتو المفاصل الصغيره نتاع اليد اللي في الاخر، في الاخر المفاصل نتاع اليد يتكسروا ويتعوجوا. شنو مع الاعراض نتاع المرض هذا؟ هو الالتهاب نتاع المفاصل في الليل، وجاعة برشا في الليل، في الصباح يصبح المريض عاكش ويحب له نص ساعة باش يديه تحلو، سا سابيل لو ديغوياج ماتينال. ينجم كيف كيف يمس الرويري ويعطينا اون بنوموباتي انترستيسيال، معناتها التهاب في الرية، ينجم يوصل حتى كش للتليف والا الفيبروس بولمونير. إذا كان المرض هذايا إل ني با كوريكتومون بخي أون شارج، ينجم يعطينا اون أميلوز، هو ترسبات في الكلوة اللي تخلي البومينة تخرج وتنجم توصل حتى كيف كيف للقصور الكلوي. الالتهاب الروماتويدي زاد ينجم يمس الجلدة ويعطي دي نودول كوتاني.
قلنا شنو تاثير الصيام على الاكثريه مدام المرضى دي يجي عند العباد الكبار نشوفوا ايديهم هكذا تولي ولا لا مش صحيح مش صحيح نشوفوها بالنسبه للوبوس عند لا فام اون اج دو بروكري دونك لا فام جون بالنسبه للبولي ارتريت روماتويد نجم نشوفوه فو ا بارتير دو 20 عام ونجم فوالا نو سابي تقول لك على الصيام ممكن يجي الناس اللي ممكن ما يسالش كان ما يصيموش فهمتي يا خيا لا نجم يجي للعباد الصغار. شنو تأثير الصيام على البولي ارتريت روماتويد؟ كيف كيف لي زيتود وراو كل ما نقصوا من الكالوريات كل ما المرض هذايا يركح ويرتاح. خاطر التهاب هو كيف وكيف الذئبة نوعا ما. اي اما لي ريزولتا ايتي بلو بروميتور اكثر نجاعة بالنسبة للصوم كو بالنسبة للذئبة الحمراء. دايوغ فما دراسات قارنوا ما بين الذئبة الحمراء وبين البولي ارتريت روماتويد وتأثير الصيام. لقاو اللي الصيام إلي بلو بينيفيك في عند العباد الذئبة الحمراء. عند العباد اللي عندهم بولي ارتريت روماتويد. وسول اون ايتود باكستانيز فما اون ايتود باكستانيز ورات اللي المرضى ما يتحسنوش بالعكس. المرضى نتاعهم يهيش كي يصوموا كيف كيف لي زوتور اون كونكلو اللي في بالنسبه للعادات الغذائيه في الباكستان يوليو يشربوا برشا مشروبات حلوه في الليل دونك لي في نتاع الصيام يضيع شكون ينجم يصوم وقت اللي عنده اون بولي ارتريت روماتويد اللي يصوم هو كيف كيف المرض نتاعو راكح مش مرضي هايج ونصوم سي با بوسيبل باهي تو بالنسبه للدويات اللي ياخذوا فيهم الزوز المرضى نتاع اللوبوس والمرضى نتاع البولي ارتريت روماتويد بالنسبه لي زونتي انفلاماتوار راهو لي زونتي انفلاماتوار ياثروا على المعده لي زونتي انفلاماتوار هما بالعربي مضادات الالتهاب راهم ياثروا على المعده وديجا كي العبد ماهوش صايم ينجموا يوصلوا حتى للنزيف دونك ماذا بيا نتفاداو كي تبدا الدوزه نتاع لي زونتي انفلاماتوار قويه ونستعملوا مغلفات المعده اللي هما لي زي بي بي بالنسبه لي كورتيكويد اللي هما الكورتيزون معروفين عندنا نقولوا كورتيزون الكورتيزون الوقت نتاعهم باغ كونتر ما لازموش يتبدل معناتها ما نجمش ناخذ كورتيزون وتدخل في السحور مثلا في شقان الفطر بالعكس لازم يتاخذ في السحور علاش؟ على خاطر الكورتيزون سي اون هرمون وهي تتبع ان سيكل سيركاديان اللي هي اللي سكريتي ينتجها البدن في الصباح دونك لي كورتيكويد يقعدوا في الصباح ماذا بيا الدوزه زاده نتاع الكورتيكويد ما تفوتش 15 المليغرام بالنسبه للمضادات نتاع المناعه لي زيمينو سوبريسور كو سوسوا البلاكينيل والا الميتوتريكسات والا الام ام اف والا الليموريل هذوما نجمو نقسموهم ما بين شقان الفطر والسحور دونك اون كونكلوجون امراض المناعه يتحسنهم برشا الصيام سورتو سي فالابل بو لا بولي ارتريت روماتويد على شرط نتبعوا نظام غذائي صحي اللي هو مش صمنا نهار وعطينا حق ربي ونقصنا حريرات ما نجيش في الليل ناكل الحلو مخارق زليبيا وكل يوم بريك راهو سان سيغ اغيان شرط المرض لازم يكون راكح ودوزات الكورتيزون لازمهاش تكون قويه يعطيك الصحة دكتورة ميرسي على التوضيح دونك دكتورة سلمى درغوث اللي هي أخصائية في الطب الباطني خلينا توي نشوف سبوت الخاصة بأحمد تي وشوكولات ديت Thank you.
دونك هذه كانت سبوت الخاصه باحمد تي وشوكولا دي. دونك اذا كان تحبوا تعملوا شقه فتره بنين في شويه تاي مزيانه كيما شاي احمد، والا تاكلوا معاه هذاك عيبه تمر تكون بالشوكولاته اللي تحب عليها انت، سواء الغوبي والا الشوكولاته الكحله كيما شفتوا في سبوت بكري. شويه يعطيهم الف صحه على البرودوي نتاعهم البنين برشا والصحي زاده. هات نرجعوا بحذا للشيف. رجعنا لكوجينتنا مشاهدينا مكملين مع بعضنا ومع الشيف فتحيه الشواشي للمحنشة، وصلنا للفاسوناج. شيف الفاسوناج نجي وناخذ الحمص اللي عرك اللي خدمناه يشرب هو بالقدا، نجي نبرموه كما تراو هكايا والتكستور مزيانه تكستور مزيان فوالا حلوه وما يفيضش وقت اللي يطيب ما يفيضش. هذاك علاش انا معناها كي جربته نجح مشى مليح. في العاده يحطوا له سكر محور ولا يقعد تحس السكر المحور مهما يكون، هذاك نزيدوا نفوحوه بروح اللوز ولا روح البفريوه. هذاك في الشحور في الشحور نجموا نحطوا اللي نحبوا احنا باش ما يبسش الحمص نتاعنا. هذاك احنا عندنا معنا فروكتا دونك منتوجات مزيانه برشا للباتيسكي سيونيل سورتو الحاجات تستحقوا لها كلها لي بات نتاع نتاع لي فروي سيك لي بات نتاع لي فروي بانواعهم لي بوري. دونك باش تلقاو دي كولورون كما قالت شيف فتحيه كوميستيبل دونك اليمونتير جوستومون باش تلقاو لي زاروم بانواعهم. دايوغ المحنشه هذيا تنجموا في عوض تحطوا اللي ما عندوش امكانيات باش يحط فاكهه وكل يعمل الغريبه ويحط لها من البات البات هذه اللي نتاع الزوزة والا نتاع البوفريوه والا فيها برشا انواع نجموا نخدموا بهم معناها المحنشه هذه. وحنا عندنا المطعم والتكستور نتاع البوفريوه والا الزوزة ولا الفستق كل واحد باقل امكانيات سورتو اللي هذاك اللي تري كونسونتري معناها يشدنا برشا برشا. هذاك علاش تنجموا معناها ينجم يساعد على النكهه وعلى الخدمه. الوغ هنا ناخذ ورقه الملسوق من زيتها بحتى شيء، كانوا بعد دهنت انا الطبق نتاعي بشويه زبده وزيت، ديما نخلط زبده وزيت في البوغ كلاريفيي زبده نتاعي مريح بالطبيعه. خلطتهم مع شويه زيت ما نحبهاش تجمد وديما الزيت يتحمل اكثر النار. ناخذ هنيا نجي نكبس على الفتله بالملسوقه ونجي نبرمها. يلزم تكون بالطبيعه الملسوقه سوبل ومزيانه اللي باش تعملوا بها المحنشه ولا الحلو، معناها يلزم تكون حاجه كمان اسي مانيابل باش تنجموا تخدموا بها. هنا نجي نفتلهم الكل نبرمهم نحطهم كعبه بجنب بختها، ديما حاولوا لصقوهم كعبه بجنب بختها، وبعد نسقيهم بشويه الزبده والزيت يدخلوا الكوشه ما اكثرش من ربع ساعه. ورقه تيب الورقه بركه معناها الحشو ما عنده ما نطيبوا فيه، كان طابت الورقه وتخرجت تقرميشه وكل بعد لازم تتحمر بالقدا امورها واضحه. بعد نخرجوها ندهنوها اي بالطبيعه نشكشكها بالزبده. دايوغ من توا نجم نبدا ندهنها مليح مليح بالزبده جوست تشكشيكه باهية ما تصيرش تيب لاصقة لبعضها هكاكا ما يقلقش ما تيب كان لاصقة لبعضها باهي من بعد ما تقلقش ماهيش حاجة باش تنفج ولا تفيض لا 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 تفيض لا حتى شيء. من بعد نقصوها كعب كعب ونحطوها نقدموها بعد لنسقيوها بشوية شحور بالبانسو كيف كيف ما كثروش الشحورات وما كثروش الحاجات هذوما. يعطيك الصحة مشكورة شيف فتحية. مشاهدينا احنا مع المحنشة الحلوة اللي تحضر فيها شيف فتحية شواشي لازمتنا حويجة للتفرشيكة دونك باش يحضر هنا شيف سامي الرزقي بامضاء خيميجيل. اليوم كما قلنا قبيله باش نعملوا لايس كوفي، الجماعه اللي مغرومين ياسر بالقهوه وتو بدات تسخن الدنيا، دونك حتى القهوه نجموا نستعملوها مش كان سخونه نستهلكوها بارده. بارده بالطبيعه وتفرشك، حتى الصغيرات نجموا اللي هكا شيء شويه قهوه نجموا ما نكثروا لهم بالطبيعه شويه بركه. شوكولا خير. صحيح شوكولا شوتا المره الجايه كل مره باش نشوفوا دي روسيت سواء مع سمارت شيف وزاد مع فريميجين حاجات مع بعضهم. دونك اليوم اخترت الايس كوفي اللي باش نفوحها بالسيرو البنينه ذي من عند فريميجين. دونك قهوة قهوة سوري ولا قهوة عربي دو بريفيرونس حتى هيك قهوة سوليبل هيك صحيح ولا حل تحل في الماء سهلة نحلوها في الماء سخون بتبيع القهوة ونخليوها تبرد كيما راهو نجموا حتى سخونة نستعملوها معناتها الحكاية ما تاخذش برشا وقت. نحطوا الثلج بتبيع كيما قلت الثلج اختياري نجموا ما نحطوهوش العباد ما تحبش برشا معناتها يبدا الايس كوفي نتاعنا بارد. هذوما باش نخلطوهم قبل ما نخلطوهم بالطبيعه باش نزيدوا السيرو البنين هذايا من عند فخيميجيل
اللي هو بنكهه شنو شيف؟ هذايا نوازيت بالبفريوة. صحيت انا في القهوه فما الفاني البفريوة شوكليت كوكي فما الشوكولا نوار هذوما الحاجات اللي يقربوا ياسر للقهوه واللي يفوحوا بالحق القهوه نتاعنا دونك نحط السيرو نتاعي وتوا باش نشيكي شويه حتى اللي ما عندوش شاكر راهو ينجم حتى يخلطوا معناتها والا نخدموه في الميكسور نتاع اوفيزا من عند اوفيزا ينجم يخدمنا بالداوي هاروشنا الكلاص صحيت نحطوا الثلج والقهوه والسيرو كلهم يتخلطوا مع بعضهم دونك انا توا قاعده ليتاب نتاع باش نزين الكيس نتاعي بالطبيعه بالتوبينغ هذايا البنين تيراميسو تيراميسو كيما نجموا نعملوا الشوكولا كل واحد سمارت شيف عندها برشا انواع نتاع دي توبينغ حلوين دونك تقدمهم نجمو نستعملوه في الديكوراسيون هكا كيما نجمو نستعملوه في لي ديسير نتاعنا دونك هذيا الميزه نتاعها مشكور شيف سامي دونك هذيا تبقى جوست باش نصبوه وباش نزينوه نشكيو بالكدا شيف اي سي بون هو هاك تشوف حتى الموس رجع عمل الموس الموس هذيك اللي تشهي وريحه القهوه بدات تخرج مع كل القوم تاع النوازيت بعد هذيا باش نزيدو الكريم شانتيي اللي طلعناها بالطبيعه من عند سمارت شيف تتخدم على الحرف نتاع اي على الحرف هذا نتاع الكيس نتاع الكيس وكيما تشوفوا شاده روحها ومن بعد باش نزيدوا شويه توبينغ فوق منها فوق منها وصحة وبالشفاء معناتها باي ولا حتى بالطبيعة بالمغرفة باش نبداو ناكلوا في الشونتيي من الأول ومن بعد الباي باش نجموا نشربوا القهوة نتاعنا. يعطيك الصحة مشكور شيف سامي مشكورين مشاهدينا باش ترجعوا بعد شوية تلقاو طاولة الماتينال العامرة بالخيرات اللي قدمناها لكم اليوم. مشكورين لشيف وقيت باش نحكيو على ياسير اكسبريس اللي تدلل الحرفاء نتاعها في شهر سيدي رمضان دونك الليفغيزون فما من 11 نتاع الصباح حتى 6 نتاع العشيه دونك تنجم تكماندي شقن الفتره نتاعك ويوصلك كيما انت تحب والوقت اللي انت تحب عليه كيما زاد ترجع تليفري من 9 نتاع الليل حتى 9 نتاع الصباح وكيك تنجم تكماندي السحور نتاعك يعطيهم الصحه ياسير اكسبريس اللي يزكم توا توا تيليشارجيو لابليكاسيون نتاعكم في تليفوناتكم خاطر بالحق تسهل الحياة علينا يسير إكسبريس خلينا نخرجوا فاصل وبعد نرجع عسلامة مرحبا بكم مريم ميلادي كسكس جو ريبريزونت لا سوسيتي ارشيفيزيون احنا اليوم متواجدين في الشوروم نتاعنا اللي هو في 9 افوني دو ليما لا سكرة تونس مرحبا بكم حابين نكونوا متواجدين في الشوروم باش نوريكم اكثر لي موديل جدد كلكو سوا في لي سالون في لي شومبر اكوشي في لي سيجور وفي لي سالا مونجي مرحبا بكم تفضلوا معنا هوني عندنا اون شومبر اكوشي اللي هي اسبوار qui est un mélange entre les miroirs et le bois, qui est l'être massif, qui est le blend. Nous avons mis le bois en valeur. Nous avons l'arrondi le bois avec une touche de doré. Bien sûr, le client n'aime pas le doré, il ne peut pas en argent ou il ne peut pas complètement. Avec un choix de couleurs et de tissus énormes, il ne peut pas le tissu, il ne peut pas la couleur de bois. ou les miroirs kif kif حابين ندخلوا une touche نتاع بوازري في لي ميروار في الموديل نتاع الصالون هذايا حابين نخدموا حاجه اوريجينال شويه avec un tissu اللي هو velours de soie bien sûr le client عنده شوا في لي تيسيو وفي لي كولور الكل ينجم يبدل لي سوكل كيف ما يحب هو و bien sûr ينجموا نخدموا له دي سور ميزور في الشامبر اكوشي هذيا حابين نونوز شويه في لي كولور حابين نخدموا ان ميلونج انت التيت دو نيغر في البوازري اي لو بلو روا في التيسيو بيان سور لو كليون ينجم يبدل التيسيو اللي حب عليه الكولور اللي حب عليه والا يخدم ان ميلونج في لي تيسيو وبيان سور ينجم يبدل الكولور دو بوا
في السيجور هذيا حبينا نخدموا مع العباد اللي عندهم ان كونترانت ديسباس بيان سور بالميكانيزم نجمو نستغلوا لي 30 سنتيمتر اللي موجودين في الدو معناتها الميكانيزم نتاعنا ينجم يوخر دونك هوني تولي عندنا ان لي اللي تنجم ترقد تنجم ترتاح تنجم تلقى لي روبير نتاعك وبيان سور كوم ان صالون تنجم تقدم لي ميكانيزم الكل وتنجم تقعد وتعمل فوس كافيه نتاعك. وبيان سور الكليون عنده شوا باش يخدم دي سور ميزور. مرحبا بكم، احنا هوني متواجدين في 9 افينيو دو ليوما لاسوكرا تونس، وباش نكونوا متواجدين معاكم في صفاقس ان شاء الله في معرض صفاقس الدولي، وفي سوسه في معرض سوسه الدولي من 17 ل 27 مارس. كلمونا على 54 896 967، وتنجموا تتبعونا زادا على الباج اوفيسيال نتاعنا ارشيفيزيون والباج انستغرام ارشيفيزيون فورنيتشر. سيكام ادخل في القرعة باش تربح واحد من الكادوات هذم، سيارات، دي زايفون 13، دي تروتينات الكتريك وبرشا كادوات أخرين. سمعت البشارة؟ سيكام تربحك سيارة. إن شاء الله رمضانكم مبروك. وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقفوا عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين.
ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه. ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. هذه الأيام العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وأكرمنا بها بأن جعلنا نبلغ هذا الشهر العظيم ونعيش أيامه ولياليه، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه ممن ترحمهم وتغفر لهم وتغفر ذنوبهم وتعتق رقابهم من النار.